بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكثيرات منكن طلبن مني وصفة لإزالة التشققات البيضاء والحمراء وإزالة السيلولايت من الجسم. وصفة اليوم سهلة ومتواجدة عند كل بيت. مكوناتها عبارة عن: نحتاج لكوب من القهوة التركية، كوب من القهوة التركية، يفضل أن يكون البن التركي، قهوة تركية نتائجها سريعة وفعالة في هذه الوصفة. إذا لم يتواجد عندك البن التركي أي القهوة التركية، استخدمي أي نوع قهوة عندك، ولكن لا تستخدمي القهوة سريعة الذوبان. كوب من القهوة، ونحتاج لكوب من زيت الزيتون، كوب زيت زيتون، وللترطيب نحتاج لفازلين، نحتاج لفازلين بزيت الجزر، فازلين بزيت الجزر رائع جدا لإزالة الخطوط البيضاء والتشققات الحمراء، فازلين بزيت الجزر. إذا لم يتوفر فازلين بزيت الجزر، يمكن استبداله بفازلين بزبدة الكاكاو. أولا نأخذ كوب القهوة مع كوب زيت الزيتون، نخلطهم مع بعض بهذا الشكل، ويترك لينقع لمدة أسبوع. أسبوع تنقع القهوة في زيت الزيتون، وبعدها صفي القهوة من الزيت واحتفظي فقط بالزيت. وعلى أماكن التشققات اعملي تدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق بخفة. اعملي تدليك على الأماكن، كل أماكن التشققات والخطوط البيضاء السيلولايت في كل الجسم لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بماء دافئ، وبعدها رطبي الأماكن بزيت الجزر. رائع جدا مع هذه الوصفة، قلت فازلين بزيت الجزر أو فازلين بزبدة الكاكاو. يجب أن تعملي بعد هذه الوصفة ترطيب لكل الأماكن اللي فيها الخطوط البيضاء والحمراء كذلك والسيلولايت. الوصفة فعالة إن شاء الله بالنسبة لعندهم التشققات خفيفة، النتيجة رايحة تظهر عندهم من أول أسبوع، رايحين يلاحظوا الفرق. وبالنسبة لعندهم الخطوط عميقة جدا، يستمروا على الوصفة لحين يلاحظوا الفرق. يمكن الاحتفاظ بهذا الزيت في علبة زجاجية واستخدامه لمدة 3 أشهر، صالح للاستخدام لمدة 3 أشهر. إن شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم. اللي طلبوها مني يا رب يوصلهم الفيديو وينال رضاهم. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.